قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير التربية والتعليم نفتالي بنت ووزيرة القضاء أيلت شاكيد، وذلك بعد أقل من شهرين على الانتخابات الأخيرة التي لم يتجاوز حزبهما خلالها نسبة الحسم. وقالت مصادر مقربة من ديوان نتنياهو إن الإقالة جاءت على أثر إعلان انتخابات جديدة وتعذر استمرار الوزيرين في منصبيهما لمدة أشهر طالما أنهما لم ينتخبا. ورد الوزيران على القرار بالقول إنهما قدما ما يمكن تقديمه للمجتمع الإسرائيلي.